تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة أتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويصيرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم وكذلك اقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر بأرقام التواصل أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صباحكم الله بالخير جميعا، محدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. مثل ما تعودنا في فقراتنا بتكون فقراتنا متنوعة، طبعا عندنا فقراتنا التوعوية وكذلك الفقرات الطبية اللي بنتطرق لها إن شاء الله خلال فقراتنا لليوم في حلقة اليوم. بداية بنبتدي بفقرتنا التوعوية، وبنتكلم اليوم عن الصيام المتقطع مع اختصاصية التغذية بهيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة فريد. صبحت الله بالخير أستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة، طبعا الصيام المتقطع الحين هذه الفترة يمكن لاحظنا الكثير من التساؤلات والناس تستفسر أكثر عنه كطريقة لإنقاص الوزن بالأخص، ويمكن الناس حبذته أو تفضله ميزته أنه يمكن في فترات ما ناكل فيها يشبه تقريبا الصيام اللي تعودنا عليه، ويقدر الواحد يأكل أشياء معينة خلال اليوم يعني بس تكون في فترات متقطعة، مو بأنه يعني عن نفس الوجبات اللي تعودنا عليها في اليوم نفسه. ويانا الأستاذة فاطمة، بنرجع نتواصل مع الأستاذة فاطمة. مستمعينا نرد نذكركم برقم التواصل 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا فقرتنا التوعوية كذلك اليوم تقول بخصوص هل المضادات الحيوية فعالة في الوقاية من مرض الكوفيد 2019 أو علاجه. طبعا مرض الكوفيد 2019 أو مثل لا يطلق عليه كورونا، المضادات الحيوية ما تلعب أي دور في سواء العلاج من هذا المرض أو كذلك الوقاية منه، لأن المرض فيروسي فالمضادات الحيوية ما لها أي دور، لأنها يعني شغل المضاد الحيوي يكون على الأسباب اللي تكون سببها أو الأمراض اللي تكون سببها بكتيري، فما بتلعب أي دور سواء في الوقاية أو كذلك في علاج هذا المرض. إضافة إلى أي واحد يعني حاسب أي أعراض، حاسب أي تعب في جسمه، سبحان الله حرارة احتقان، يتوجه للطبيب على الأقل ينفحص وينعرف سبب هذه الأعراض. في أعراض مثل هاي الأعراض صح تحتاج مضادات حيوية خاصة اللي تكون سببها بكتيري، بس بالنسبة للمضادات الحيوية في حالة الكوفيد ما بتعطي لا علاجا ولا كذلك وقاية. نرجع لموضوع فقرتنا التوعوية لليوم بخصوص الصيام المتقطع، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة فريد. صباحك الله بالخير فاطمة. فاطمة، هلا معك. صباحك الله بالخير، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. أهلا وسهلا، الله حييكم. طبعا اليوم موضوعنا عن الصيام المتقطع. هو انتشرت في الآونة الأخيرة كثير من أنواع الرجيمات والدايت اللي الناس ممكن تتبعها بدون ما يكون عندهم خلفية وما يكون عندهم وعي بالضبط عن شو هالدايت، شو تأثيره. المهم بس ينزل وزنهم، فهم يضطرون أنهم
يتبعون يعني يحاولون يجربون في نفسهم. فاليوم حابين نتكلم عن الصيام المتقطع. الصيام خاصة فاطمة يمكن خاصة إذا النظام نفسه ما في مثل ما نقول يعني شروط كثيرة، فالناس تتشجع لأكثر. بالضبط، ويكون سهل وشيء يمكن سامعين ناس مجربينه استفادوا منه فحبوا انهم يجربون. بس قلت انا نتكلم في البدايه عنه، لان حتى في اللقاء من فتره بعد سالوا المستمعين عن هالنظام، فقلت بنتكلم عنه هالمره وبنركز عليه. فبشكل مبسط بنبدا ان بعد ما نحن بشكل عام نتناول الطعام وخاصه مثلا النشويات السكريات، نعم، فهي في الجسم تنهضم وتتحول من سكريات يعني معقده الى سكريات بسيطه. فالجسم محتاج انه هو يمتصها في حاله انه ما احتاج انه يستخدمها، وتتخزن كدهون في الجسم بمساعده الهرمون الانسولين. نعم صح. انزين، في وضع الصيام، في وضعيه الصيام الحين عندنا نسبة الأنسولين تنزل، لأنه ما يكون في مصدر متوفر دائما من الطعام، يعني الأنسولين الطعام من السكريات عشان ينفرز الأنسولين لتقريبا يهضم الجزء منه، أو تقريبا يعني مثل ما نقول يعني ينظم السكر في الجسم. أيوة، ففي في في وقت في وقت الصيام هرمون الأنسولين بشكل طبيعي إنه ينزل. والجسم يطلع المخزون من السكريات اللي هي كدهون علشان الجسم يمتد بالطاقة. صح؟ صحيح. فهي فكرة رجيم الصيام المتقطع من هذه، إن نحن نخلي الجسم في هالوضعية، وضعية إنه صايم، ما في ما في ما في يعني مصدر سكريات، فالجسم بروحه بيحاول إنه يطلع المخزون من السكريات عشان يمدد الطاقة، وبالتالي ينزل الوزن وينزل مستوى الدهون في الجسم. ففي دراسات طبعا لها، يعني في دراسات مع، في دراسات ضد، لكن كل هاي الدراسات سواء مع او ضد الصيام المتقطع كانت على يعني دراسات مش كامله او مستوفيه كل الشروط عشان احنا نقول خلاص نحن مع او ضد الصيام المتقطع، لانها كانت مثلا على عدد محدود جدا من الاشخاص او لفتره زمنيه قصيره مثلا، فما يقدرون يحدد، ما نقدر احنا نحدد ان هالصيام اوكي نتبعه، ان نحن نوافق او مثلا نشجع الناس انهم انهم يتبعونا. نعم اوكي. نعم. فمن يعني انواع هاي من انواع الرجيم او الصيام المتقطع، هو مثلا في ناس يقولون خلينا نصوم يوم ونفطر يوم، ويعني يوم كامل يكون صيام، اليوم الثاني كامل يفطرون فيه. يفطرون يفطرون فيه، وطبعا ها من انواع اللي نحن يعني ما بنشجع عليها، لانه في دراسات قالت حتى ان في نزول للوزن للاشخاص اللي اتبعوا هالنوع من النظام، لكن اكتشفوا بعد ان في الايام اللي الشخص يفطر فيها يتناول كميات اكثر بكثير. صحيح. من احتياجاته او اكثر بكثير من اللي هو يتناولها في الايام العاديه اللي ما يسوي فيها رجيم، فيحتاج كذلك شروط يعني حتى للصيام المتقطع او حتى لو الصيام اليومي يحتاج شروط على اساس اني اوصل ان انزل وزني يعني خلال فتره بالضبط. معينه في شروط، فهنا من الصيام احنا ابدا ما نشجع عليه. نعم. لان ما في حتى دراسات وابحاث كامله تعطينا شو التاثير للمدى البعيد. نعم اوكي. في الصيام المعدل اللي هو الصيام اللي هو يعني حاولوا يعدلون نسخه ثانيه من هذا الصيام، فينصحون في الايام اللي يوم كامل الشخص يصوم، اليوم الثاني ممكن يفطر، لكن يعني الأيام اللي بيصوم فيها يتناول، ما يكون صايم يعني 100%، يتناول 20-25% من السعرات الحرارية اللي هو محتاج فيها، أو مثلا 500 كالوري من في اليوم كامل، ما راح يكون صيام يعني بدون أكل أو شرب أو شيء، بس أقل كمية الكالوري أو الأكل اللي يأخذه تكون أقل، السعرات الحرارية بتكون أقل. وبعد نفس الشيء بقول إنه ما في دراسات يعني كافية إن نحن نشد إن نحن نقدر نقول هالنظام الغذائي مفيد في تنزيل الوزن للمدى البعيد. نعم أستاذة فاطمة. أو شو أثاره؟ نعم أستاذة فاطمة، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين بخصوص الصيام المتقطع.
أوكي. بما أن احنا شرحنا في البداية عن كيفية الصيام المتقطع، فممكن نأخذ مثلا فكرة أن نحن نطبق الصيام المتقطع بأنواعه، في أنواع كثيرة بعد ما تكلمت عنها، بس مو مشكلة. بشكل عام بنقول أن الصيام المتقطع ممكن نحن بشكل مبسط نطبقه في أيامنا العادية، اللي هي مثلا نقلل ونبتعد عن السكريات البسيطة ونتناول بدالها النشويات المعقدة، البقوليات، الفواكه، الخضروات بكميات معتدلة. ثاني شيء ان نحن نمارس الرياضه والنشاط البدني بشكل يومي عشان نحاول نحرق الدهون المخزونه في الجسم. وثاني شيء في الليل مثلا، خصوصا فتره الليل، نحاول ان احنا نطبق هالنظام بشكل بسيط، ان ناكل مثلا فتره العشاء تكون او وجبه العشاء تكون خفيفه وبسيطه، والواحد يرقد وهو خفيف بدل ما هو يكثر وجبتها. فبيكون هو طبق يعني فكره من هذا النظام، وبالتالي ممكن نشوف فيه تحسن في نزول الوزن بطبق النصائح العامه، يعني اللي ما يعني المفروض انها تساعدنا بعد لتنزيل الوزن. صحيح. الاستاذه فاطمه فريد، اختصاصيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي، شكرا لك. العفو، مع السلامه. شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التوعوية وتحدثنا فيها عن الصيام المتقطع. بنطلع فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله بنتحدث عن الحديث عن أول مسح صحي شامل لأمراض العيون. خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114، وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. يعني سؤال، السلام عليكم دكتورة، ما شو تقصدون بالصيام المتقطع؟ يعني كم ساعة صيام تقريبا في اليوم؟ هو يعتمد في يعني على الصيام المتقطع في نفس ما ذكرت لنا أخصائيات التغذية، في فترات تكون صيام الفترات أو ساعات معينة، والشخص يأكل في ساعات ثانية، وفي أنواع تكون يوم صيام ويوم الواحد يعني يكون فاطر يأكل طول اليوم، واليوم الثاني يصومه، يعني يبدل يوم يصوم واليوم الثاني يأكل عادي، بس يركز على السعرات الحرارية اللي يأخذها. طبعا في أنواع كثيرة، هذه جزء من الأنواع اللي ذكرتها أنها أخصائية التغذية، بس نفس ما قلنا نركز على التغذية اللي نأخذها، مو باليوم اللي أو الساعات اللي نأكل فيها نأكل على كيفنا وطول الوقت، والساعات هذه نحرم نفسنا، لا، يكون الواحد يوازن كذلك في أكله. نرجع مستمعينا لموضوع فقرتنا لليوم. قبل ما نتحدث عن أول مسح صحي شامل أمراض العيون، عندنا فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا أسماء الجناحي. صبحك الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة. حياك الله ويانا. الله يحفظكم. ناخذ جولة بالأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي. كان من ضمن الأشياء إن الناس تقول يعني في هالأوضاع أو في أي حالة. نعم. متى لازم انا اسير اغسل ايدي؟ يعني الحين قالوا لي بس نغسل نغسل نغسل، زي متى نغسل؟ يعني كل دقيقتين، كل خمس دقائق، متى؟ فغالبا يكون الافضل الاوقات بعد التعامل مع مثل الحيوانات اللي موجوده او النفايات الحيوانيه عند اتساخ اليد، بعد استخدام المرحب، بعد السعال والعب، عند رعايه المرضى قبل واثناء وبعد اعداد الطعام، وقبل الأكل. هاي المواقع لازم أنت تغسل إيدك فيها، يعني صحيح، يعني لازم تغسل إيدك فيها، سواء كان في فيروس ما في فيروس ولا ما في فيروس، الواحد يتعود عليها ويعود كذلك أطفاله في البيت وعائلته على هالشيء. والله دكتورة، يعني أنا من الأشياء اللي أحس أنها يعني ممكن الناس بدأت تعرف أكثر عن يعني أهمية المسوي النظافة، صحيح، النظافة الأشياء اللي حولها والوقاية من كل أنواع الفيروسات، لأن يعني الفيروسات هي موجودة يعني طول السنة، يعني مو بشيء جديد، صحيح، فالوقاية منهم كلهم بنفس الطريقة. فالناس شو تستغرب، يعني أنا إذا غسلت إيدي بقي هي تقد وايد، يعني أشياء بسيطة نسويها بس لها يعني نتائجها كبيرة. صحيح. أيضا نحن أمس كنا حاطين عن بعض الخدمات الجميلة اللي موجودة في هيئة الصحة في دبي، منها دبي هيلث بوكينج اللي تساعد على أن الواحد يحجز مواعيده في القطاع الخاص الحكومي، وأيضا خدمة الطبيب لكل مواطن اللي توفر الاستشارات الطبية عبر المكالمات الفورية والمرئية مباشرة على مدار الساعة طول أيام الأسبوع.
إذا حد إذا كان يعني مثلاً يبغى يأخذ استشارة طبية ممكن يتواصل مع عرق المجايفة 8342، أو إنه يعني كذلك إنه يكون عنده تصديق هيئة الصحة بدبي. بعض الأشخاص يقولون يعني من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا إنه كيف عبر المكالمات المرئية وهي يعني مستخدمة، كيف مستخدمة؟ هي مستخدمة أكيد تبع ضوابط التياري، ضوابط الاتصالات، ضمن يعني تأكد من عنصرية المعلومات، عشان شيء هي موجودة داخل تطبيق هيئة الصحة دبي، هي مو موجودة في أبليكيشن ثاني، هي موجودة داخل أبليكيشن صحة دبي لسبب معين، وهذا يعني يعتبر من أحد الأشياء الجميلة في التطبب عن بعد. ودمتم بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. هذه كانت فقرتنا، فقرة السوشيال ميديا لليوم. ننتقل لحديثنا عن أول مسح صحي شامل لأمراض العيون، وتحدثنا عن الأستاذ شروق البنا مدير مشاريع في مؤسسة نور دبي. صبحت الله بالخير أستاذ شروق. صباح النور والسرور، أهلا دكتورة، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. أهلين أستاذ شروق. طبعا من البداية حابين نتعرف شو يعني المسح الصحي وشو هي أهميته. أوكي، مسح دبي لصحة العيون هو مشروع مسح الهدف منه أن نجمع بيانات عن مستوى صحة العيون في إمارة دبي، يعني هذا الكلام بشكل مختصر. المسح نسويه حاليا لكن أهداف على المدى الطويل، ممتاز. يعني مسح بهذا الحجم بهذا المستوى المفروض ما ينعاد إلا بعد على الأقل 10 سنوات إلى 15 سنة. هذا المسح مركز على جميع المقيمين في إمارة دبي من كل الجنسيات لكن لأعمارهم 40 سنة وما فوق. والهدف واحد من الأهداف الرئيسية أن إن شاء الله لما نجمع البيانات والإحصاءات الدقيقة عن أمراض العيون، الإعاقة البصرية ومستواها في إمارة دبي، رح نستخدم هذا كله لتطوير استراتيجيات على المدى الطويل، استراتيجيات منها وقائية، منها علاجية، منها استراتيجيات لإعادة التأهيل كذلك في مستوى صحة العيون لإمارة دبي. ممتاز. طبعا أكيد هذا المسح الصحي يميز أو تميز أشياء معينة، فشو الشيء اللي يميز هذا المسح الصحي واللي تم إطلاقه كذلك كأول مسح صحي شامل أمراض العيون؟ نعم، أنت قلت الكلمة المهمة، هو مسح شامل صحيح. لأن عادة المسوحات البيانات اللي تتجمع منها تكون معلومات جدا بسيطة، صحيح. والمسوحات الصحية اللي عادة يسويها هو ممكن تكون ممرضة، فالفريق يتكون من ممرضة وفني البصريات، لكن نحن قررنا أن نبقى ننظر لأمراض العيون ونسبتها في إمارة دبي بشكل عميق، فقرر أن الفريق الطبي يكون معاهم كذلك طبيب عيون. ممتاز. نبغي ننظر في كل أمراض العيون، الأمراض المزمنة الوراثية كلها اللي متصلة بأمراض العيون واللي تأثر على الأبصار، منها كذلك مرض السكري، صحيح. فهذا الشيء الأول اللي يميز هذا المسح. الشيء الثاني اللي يميز أنه عادة أي نوع من المسوحات يكون عن طريق الهاتف، عن طريق أنكم تملون الاستبيان، صحيح. والموظفين هم اللي يونكم، لكن في هذا المسح نحن اللي ندعوكم أن تكونوا متواجدين معنا في المراكز الصحية، طالبين بعض الأجهزة الخاصة من خارج الدولة الصراحة علشان بعض الفحوصات. ممتاز. ومتوفرين نحن حاليا في 4 مواقع، في مركز مدكير للعيون، موجودين في مستشفى زهرة اللي في البرشة، ومن العيادات الصحية التابعة لهيئة الصحة المنخول والمسهر. ممتاز. ونحن حاليا ترى في الأسابيع الأخيرة لجمع هذه المعلومات والبيانات. نعم، فخلاص ما تم غير 4 أسابيع وإن شاء الله بننتهي من المرحلة الأولى من جمع البيانات. إن شاء الله، نتمنى لكم كل التوفيق صراحة. والجميل فيه كذلك نفس ما قلتي، مو بس استبيان والشخص يمليه، يعني نعم. شيء يعني يمكن شخص يعتبر هو نظره قليل، بس هو تعود على هالشيء وما يحس بأن نظره قليل، بس هذا يكون كفحص كامل، يعني فني العيون. نعم. والطبيب كذلك الأطباء المتطوعين معنا، وكثير من الناس مثلا يسيرون الفحص الدوري مثلا للأسنان لكن ما يفكرون يفحصون عيونهم إلا إذا
كانت في حاجة أو بدأ صحيح. النظر يتأثر. يتأثر وبعض الناس اللي وعنا اكتشفنا أن لحظة عندكم أنتم بوادر السكري مثل اليوم طالع الشبكية، صحيح. فننبههم أن لازم تفحصون عيونكم، لازم تركزون، لازم ما تحجون عيونكم. يعني وايد من التعاليم الفريق الطبي يعطيه للمشاركين معنا. ممتاز. طبعا أكيد في فئات معينة استهدفتوها في هذا المسح الصحي الشامل لأمراض العيون، فحابينك تحدثينا أكثر عن الفئة المستهدفة وكذلك كم عدد المستهدفين؟ أوكي، المستهدفين في هذا المسح طبعا هي حجم العينة اللي اختارها شريكنا مركز دبي للإحصاء 2190 شخص ما شاء الله عدد كبير من جميع الجنسيات المقيمة في إمارات دبي بشكل يعني وآخر. يعني ممكن أعطيك بعض الأرقام، أن من ضمنهم عدد الإماراتيين 664 شخص، عدد الغير إماراتيين 700 وشيء، وكذلك بنفحص العمال. يعني بدينا في مرحلة فحص العمال كذلك، لكن كلهم لازم يكونون من العمر 40 سنة وما فوق، لأن تعرفين مشاكل النظر تبدأ صحيح. بعد 40 سنة. صحيح صحيح. وجميل أن يعني العدد يعني كفئة مستهدفة للمسح الصحي يعني عدد جيد جدا، وكذلك يعني استهدفتوا يعني فئات متنوعة في المجتمع نفسه كل الجنسيات. وما شاء الله لقينا تجاوب جميل، كثير من الناس لما نتصفيهم عشان نسوي المواعيد مش بس يوافق، يبدأ يسألنا أسئلة. ممتاز. طب أنا شو بستفيد وإذا اكتشفت شيء وشو أسوي؟ فنقول لهم أنتوا حضروا الموعد صحيح. وسووا الفحص اللي ما بيتعدى 30 دقيقة، وإن شاء الله إذا في أي مشكلة، إذا عندكم أي استفسارات، نحن حاطين أطباء متخصصين، أطباء عيون، عشان يجاوبون أسئلتكم ويفيدونكم. ممتاز. وفوق هذا كله دكتورة، تعرفين نفهمين الناس جدا مشغولين، صحيح. فكشكر بسيط لمساهماتهم شاركت معنا ريفولي آيزون، كل حد يحصل فاوتشر بعد الموعد اللي يحضره، وكذلك أسبوعيا نحن عندنا سحب على هدية قيمة من ريفولي لجميع المشاركين معنا. ممتاز، وهذا صح، يعني الواحد شكر بسيط هذا من نحن. ونحن نشكركم على هذه المبادرة كذلك. أستاذ شروق، طبعا أكيد في جهات مشاركة في هذا المسح الصحي، وأنت ذكرتي واحدة منها مركز دبي للإحصاء. نعم. ذكرتي مستشفيات كذلك. نعم. فممكن تحثينا أكثر عن الجهات المشاركة في هذا المسح. الجهات الأساسية اللي مرتبة هذا المسح هيئة صحة دبي. نعم. مركز دبي للإحصاء ومؤسسة نور دبي، نحن اللي مرتبين المشروع، مدراء المشروع، لكن معنا القطاع الخاص كذلك. يعني جزاهم الله خير شاركوا معنا لما عرفوا أهمية هذا المشروع على المدى الطويل، منهم ميدكير ومنهم الزهرة. وفي نهاية المشروع البيانات سوف يتم تحليلها من قبل مركز دبي للإحصاء وكذلك جامعة ملبورن في أستراليا. ممتاز. هذيل الشريك الاستراتيجي للتحاليل النهائية، وارتئينا أن نختارهم هم أولا لخبرتهم في هذا المجال، وكذلك هم اللي سووا المسح الأخير لأستراليا كاملة. ممتاز. طبعا هذا مجهود تشكرون عليه أستاذ شروق صراحة، يعني وهو يعتبر ويمكن هاي ميزة كذلك أول مسح صحي شامل لأمراض العيون. يعني نفس ما ذكرتي في أشياء كثيرة احنا نسوي له مسح أو مثل ما نقولها سكرينينج وفحص دوري، بس أمراض العيون لفئة معينة نستهدفها تكون عندهم مشاكل أصلا في العيون. بس هذا جهد صراحة تشكرون عليه، أنه بداية حتى قبل الواحد ما يشتكي من أي شيء في مسح طب صحي شامل لهذه الفئة المستهدفينها. ولا تنسين ترى الفحوصات اللي مقدمينها نحن كاملة مجانا. ممتاز. وهذا يشجع الأشخاص كذلك على أن يعني مو وقتكم هو نص ساعة فقط، بس نص ساعة. إحنا حاطين نص ساعة لكن عادة يخلصون في أقل عن نص ساعة، ولها آثار يعني كثير وحتى إيجابياتها أكثر إن شاء الله. أستاذ الشروق، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا. أحب أشجع كل المستمعين أن إذا تم التواصل معاكم وحددوا لكم موعد، احضروا الموعد، أنتوا تستفيدون، نحن نستفيد، على المدى الطويل ينجح هذا المشروع كذلك. فلا تستخسرون ولا تحسون أن أنا فقط شخص واحد إذا حضرت هل بيكون له تأثير. كل شخص يحضر معانا يعطينا فكرة أفضل، لأن تكون الدراسات أعمق والنتائج تكون أفضل. صحيح. فأشجع الكل أن حضروا مواعيدكم في الوقت المناسب لضمان نجاح هذا المشروع، بتعم الفائدة لنا ولكم إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذة شروق البنا، مدير مشاريع في مؤسسة نور دبي. شكرا لك. شكرا جزيلا. وهذه دعوة كذلك من برنامجنا. صح.
صحة وسعادة. يعني إذا ياكم أي اتصال بخصوص هذا المزح، بالعكس يعني نفس ما قالت أستاذ شروق، الشخص الواحد بالعكس يعني ما نقول الشخص أنا شو بفيده وما حضرت يمكن ما يأذ، بالعكس يعني كل شخص له أهميته في هذا المسح الصحي الشامل لأمراض العيون. مستمعينا كانت هذه فقرتنا وتحدثنا عن أول مسح صحي شامل لأمراض العيون. طالعين فاصلة إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. وإن شاء الله بنتحدث بعد الفاصل عن الحديث عن خدمات بطانة الرحم المهاجرة اللي بتكون في مستشفى لطيفة، وبنتحدث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع إن شاء الله بعد الفاصل. بنطلع فاصل إن شاء الله وبنرجع لكم في برنامجكم صحة وسعادة، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. طبعا في موضوع تكلمنا عنه مع أسماء طرحته اللي هو موضوع غسل اليدين، ويعني له أثر كبير. يمكن أشخاص كثيرة تعتبر أن شيء بسيط، بس حتى لو أن الشيء بسيط بس يعطي وقاية كبيرة لأمراض مختلفة. يعني حتى بغض النظر عن الكوفيد 19 أو الكورونا، يعطي عن أمراض مختلفة وكذلك عن الكوفيد 19 أو كورونا. يعني هذا أكثر شيء تقريبا نقول عنه وقائي، أن نغسل يدنا ونغسلها بطريقة صحيحة، بسرعة أي مكان، لا نغسلها بطريقة صحيحة بماء وصابون. ما توفر عندي الماء والصابون، عندي سانيتايزر أو المطهر لليد أقدر أستخدمه كذلك. والجميل كذلك أن يعني يتعودون الأطفال، عندنا يتعود البيت كامل على طريقة الغسل بطريقة صحيحة، وفي أماكن يعني في فترات معينة يقدر الواحد يغسل يده. كذلك يتعرفون من البداية على كيفية وقايتهم من أمراض كثيرة يعني تكون طول السنة. في سؤال يانا عبر الرسائل النصية، ممكن أعرف كيفية المشاركة في برنامج المسح الشامل أمراض العيون من بو عمر؟ حياك الله بو عمر وشكرا على السؤال. في اتصال يكون من برنامج المسح الشامل لأمراض العيون، في أرقام معينة بيتم التواصل معها، فهذه الأرقام يكون في تواصل ويخبرونكم بموعد المسح وفي أي مكان يكون عندكم المسح، وإذا عندكم أي استفسار فهم يتواصلون وياكم. نرجع لموضوع فقرتنا الثانية اليوم، واليوم بنتحدث عن بطانة الرحم المهاجرة والخدمات في مستشفى لطيفة لهذا النوع من الأمراض. ويانا الدكتورة شيمة السويدي، أخصائي أمراض النساء والولادة في قسم أمراض النساء والولادة في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال. صبحت الله بالخير دكتورة شيمة. صبحكم الله بالسرور والنور. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك إن شاء الله. الله يحييكم إن شاء الله. دكتورة شيمة، حابين تعطينا نبذة عن بطانة الرحم المهاجرة. شو هي بطانة الرحم المهاجرة؟ والله بطانة الرحم المهاجرة هو نعتبره مثل مرض مزمن. نعم. هو مرض حميد. شو معنات بطانة الرحم المهاجرة أو الاسم الثاني اللي هو انتباذ بطانة الرحم المهاجرة؟ اللي هي خلايا من داخل بطانة الرحم، اللي هي الخلايا الطبيعية لبطانة الرحم. نعم. تروح وتترسب لأماكن المفروض ما تكون موجودة فيها، اللي هي في منطقة الحوض. نعم. أو على المبايض أو على الأمعاء أو في أي أماكن أخرى من الحوض. إنزين، وكأسباب يعني ما في أسباب واضحة لنا للحين. في دراسات أو نظريات طلعت، بس ما في شيء يأكد شو السبب الرئيسي لهالشيء. نعم. واحدة من النظريات والأكثر شيوعاً اللي هي أن هالخلايا خلال الدورة الشهرية تنتقل عن طريق اللي هي قنوات فالوب. نعم.
تنتقل عن طريق قنوات فالوب وتروح وتترسب في الحوض والأماكن هاي اللي تكلمت عنها. فهي تكون كبطانة رحم انتقلت لأماكن ثانية في جسمنا. هي. دكتورة طبعاً شو الأعراض اللي تصاحب بطانة الرحم المهاجرة؟ شو؟ الأعراض يعني السيد اللي عنده بطانة الرحم المهاجرة بشو الأعراض اللي تحسها؟ يعني الأعراض هي انزين الأعراض يكون عندها مثل آلام وقت الدورة الشهرية. نعم. تكون آلام قوية غير الآلام العادية. انزين آلام وقت العلاقة الحميمة مع الزوج. نعم. آلام وقت التبول الله يعزكم اللي هو الخروج. نعم. وحتى من غير الدورة تكون آلام مزمنة عندها. طبعا نحن تكلمنا أن مثل مرض مزمن يعتبر اللي هو مرض البطانة الرحم المهاجرة، فشو عوامل الخطورة اللي تؤدي إلى هذا المرض؟ هي تعرفين أنه هو مرض حميد. نعم. ما نعتبر أنه مثل المرض السرطاني أو الكانسر. أنزين فيعتبر هذا مرض حميد، وبغيت يعني أكد على هالشيء لأن في وايد ناس يحرون أن هذا شيء خبيث وأن في الجسم وممكن يؤدي لأشياء سرطانية. إنزين الأشياء اللي ممكن يؤدي لها هذا المرض اللي هو مثل للحريم اللي يكون عندهم اللي يبون يحملون، مرات نكتشف أن يصيبهم عدم خصوبة. نعم. قلة الخصوبة. انزين يعني هو هذا الشيء الرئيسي في الحرمه اللي تبى تحمل، نكتشف ان عندها بطانة رحم مهاجره ونحصل ان لما تي تشيك مثلا على الاخصاب وهالاشياء نكتشف ان عندها بطانة رحم مهاجره، فهو واحده من الاشياء اللي تمنع الاخصاب. الشيء الثاني اللي هي آلام قويه انه ممكن تاثر على عمل الشخص، على حياته الشخصية، حياته العادية. في وايد ناس يعني يونا ما يقدرون يشتغلون طول الوقت، عندهم سكليف، فصدق يعني هذا المرض يأثر على حياتهم. نعم دكتور. يعني هي دكتورة طبعاً أي شخص بيج بهذه الأعراض في طرق لتشخيص المرض نفسه للتأكد أنه بطانة الرحم المهاجرة ولا كشيء آخر، فحابين نتأكد كيف شو هي طرق التشخيص اللي تستخدمونها للوصول إلى التشخيص النهائي أن هذه السيدة عندها بطانة الرحم المهاجرة؟ هي طبعاً نحن أول شيء نعتمد على أعراض المريض أيينا، وإذا خبرنا بهالأعراض أنها متواجدة عنده. نعم. انزين ذاك الوقت نسوي له بعض الفحوصات السريرية، وبعدها نسوي له اللي هو التصوير، تصوير معين يخص بطانة الرحم المهاجرة. وذاك الوقت نكتشف مثلا انه يكون في اكياس بطانة الرحم تكون متواجدة على المبيض، او اللي هو بطانة الرحم تكون موجودة في الحوض، وعلى هالاساس يبدا العلاج. نعم. وصلنا لنقطة العلاج، كيف يمكن معالجة هذا المرض؟ انزين بالنسبة للعلاج طبعا هو يعتمد على حسب شو الأعراض اللي عند المريضة. نعم. يعني مثلا إذا كانت متزوجة أو لا. بالنسبة للأعراض هو طبعا الشيء الأساسي يكون الألم. فإذا شفنا أن عندها في درجات طبعا من بطانة الرحم المهاجرة، فإذا شفنا أن عندها من الدرجة الأولى بطانة الرحم من الدرجة الأولى أو الثانية والسبب الأساسي الألم، نبدأ لها على أدوية هرمونية. نعم. كيف؟ نعم. عذرا دكتورة بس كيف يعني تكون الدرجة الأولى والثانية؟ ممكن تفسرين لنا أكثر لأن الموضوع جدا مهم خاصة لفئة كبيرة من النساء. هي شوف يعني ببدأ من الدرجة الرابعة. نعم. إنزين بالنسبة للدرجة الرابعة يعني ممكن يكون واصل للأمعاء. فهو هذا الدرجة الرابعة يترسب على الأمعاء ونعتبر هذا الدرجة الرابعة. نعم. لما يكون واصل للرحم نفسه ويكون بس يواصل للمبايض من غير ما يوصل للأمعاء ممكن نعتبره من الدرجة الثانية والثالثة. نعم. يعني بهالطريقة في أشياء معينة نحن نعتمد عليها بالتصوير بالفحص
تسوي له وبعدين الدرجات تحدد هو عليها. اي درجه. نعم، ويعتمد الدرج على بعد وين وصلت هذه البطانة. صح. صحيح صحيح. ننتقل للعلاج، قلنا إذا الدرجة الأولى وكان عندها فقط الأولى أو الآلام. الثانية نعم هي، وما في يعني إن بلان إن تبقى حمل ومن هالأشياء، لأن تعرفين الهرمونات تمنع الحمل. صحيح نحن ممكن نبدأ بدواء هرموني، نعم إن نحاول، هو الهدف الأساسي شو؟ إن نوقف التبويض، نوقف الدورة. فتعرفين ما يصير اللي هو هذا الويع القوي، لأن تعرفين من تبدأ الدورة شو يستوي؟ اللي هي الخلايا هاي اللي موجودة في الأماكن اللي موجودة في الحوض يستوي لها نفس الالتهابات، وتشتغل بالطريقة اللي تشتغل فيها بطانة الرحم. نعم انزين؟ فالآلام تكون الدبل، فتحس الآلام في كل مكان. وين صوب الحوض كامل تحس هناك الآلام. انزين، فنحن نبدا العلاج بالهرمونات. الهرمونات نعطيها بطريقه معينه ان تكون متواصله، فنمنع الدوره. نعم انزين، فما يستوي تبويض وما يستوي اللي هو الم الدوره. هذه انزين، هذا نعم اول شيء. هذا بالنسبه للبنات اللي مش معرسات ومن الدرجات الاولى. اذا نعم شفنا لا ان واصل مثلا لمنطقه المستقيم نعم أو واصل للمبيض، وممكن هذا الكيس نفسه أنه ممكن يأثر على المبيض نفسه، ذاك الوقت نروح للعمليات، صحيح، يعني في تدرج. والعملية تكون عملية منظار. نعم يكون في تدرج للعلاج. هي. وبالنسبة للمريضة اللي تبى تحمل، نعم العلاج يختلف، لأن تعرفين ما نقدر نعطيهم الهرمونات. صحيح يكون في تواصل طبعا مع مركز الأخصاب اللي تتعالج فيه، نعم و يعني نتفق مع بعض على طريقة العلاج، و يجولي تكون عملية منظار. هو يعتمد على كذلك نفس ما ذكرتي كل حالة وتقييمها، وكل حالة سبحان الله يعني صحيح يمكن نفس العمر بس هذه عندها عيال وخلاص يعني ما بتي بعيال أكثر، الثانية لا بالعكس تتعالج عشان تحمل، فيعني يختلف صحيح من شخص لشخص كذلك أو من سيدة لأخرى. صحيح صحيح وطبعا اللي تكون مثلا فوق الـ40 وخلصت عيالها وكل شيء، ذاك الوقت ممكن حتى نكلمها عن عملية شيل الرحم، نعم لأن تعرفين هذا مرض مزمن. مهما تحاولين ان تشلين الخلايا هذه، بس في خلايا انت ما تشوفينها بعينك تكون اللي هو عن موجودة. طريق المنظار، بس تكون في خلايا الرحم انت ما تقدرين تشلين كل شيء. صحيح بس نحن نشل الخلايا اللي نشوفها بعيننا، فنخفف اللي هي الأعراض اللي تجي للمريض. الأقل صحيح الأعراض. دكتورة كلمة أخيرة توجهين المستمعين خلال البرنامج. والله أنا أقول أي وحدة عندها هالأعراض حياها الله في مستشفى لطيفة. نحن عندنا عيادة خاصة لبطانة الرحم المهاجرة، ممتاز ونحن فليكسبل في المواعيد، وما نرفض أي حد. وطبعا إذا أي وحدة يعني حاسة إنها صدق متأذية من هالشيء، أو مش عارفة هي شو فيها، عندها الأعراض ومش عارفة هل هي عندها بطانة الرحم المهاجرة أو لا، ممكن تجي عندنا إن شاء الله ونسوي لها الفحوصات إن اللازمة. شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة شيماء الله السويدي. يسلمك إن شاء الله. الله يسلمك. دكتورة شيماء السويدي أخصائي أمراض النساء والولادة بقسم أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال. شكرا لك مستمعينا شكرا كان جدا. شكرا. هذه فقرتنا بخصوص الحديث عن بطانة الرحم المهاجرة. قبل ما ننهي الحلقة في سؤال من أم عمر، السلام عليكم صباح الخير، بغيت أسوي مسح العيون في أي مركز أروح أسويه وشكرا. أم عمر هم يتواصلون وياك لأن فئة معينة مختارينها هي اللي بيكون عليها المسح. إذا حابة تفحصين العيون متوفرة في كل المراكز، معظم المراكز الصحية عيادة العيون، تقدرين تتوجهين للمركز لفحص العين. بس بخصوص المسح هم يتواصلون مع الفئة المستهدفة في هذا المسح. مستمعينا كانت هذه آخر فقرة لنا في حلقة اليوم. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. يعطيكم العافية جميعا، نلقاكم إن شاء الله باكر الساعة 10 الصبح على نفس التوقيت. محدثتكم الدكتورة عاشر البسطي، ودمتم بصحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.